وقبضت إيمانا وحبا صادقا بالمرتجى والشعر كان مجالي. إذا هنا تخصص الشعر في إيه؟ في مجال الشعر. هنا جدول بأهم المفردات، طبعا إحنا فهمناها مع بعض نقدر إن إحنا نذاكرها لوحدنا. كمان عندي جدول بأهم مظاهر الجمال زي ما عودناكم إن إحنا بنلخصه بالشكل ده علشان يسهل علينا المذاكرة بتاعتنا. عندنا أهم الأسئلة والإجابات في النص بتاعنا. أول سؤال: هناك فترة في حياة الشاعر لا يستطيع أن ينساها، فما هي تلك الفترة؟ طبعا دي فترة إيه؟ الطفولة، تمام. ولماذا لم ينساها؟ علشان إيه؟ لأنه أدرك في الفترة دي مدى حبه للعلم وأهمية العلم. السؤال اللي بعد كده: ظهر التميز في شخصية الشاعر عن أقرانه، دلل على ذلك. إيه الدليل؟ قال لي إن هو سعى للعلم ولكن أقرانه كانوا بيسعوا لإيه؟ للهو والمال الإيه؟ الفاني. من أين تفهم نضوج الشاعر العقلي منذ الصغر، من هو صغير وعنده نضوج عقلي؟ ايه الدليل؟ قال لي من خلال حسن اختياره، عرف يختار صح الطريق اللي هو المفروض يمشي فيه وهو طريق العلم بعيدا عن المكاسب المادية الزائلة. ماذا ادرك الشاعر في طفولته وما نتيجة ذلك؟ هو عرف ايه من هو صغير وتأكد من ايه؟ قال لي من اهمية العلم وانه هو طريق الصواب اللي بيزيل ظلام الجهل. النتيجة؟ النتيجة أنه حرص على طلب العلم وتحصيله والاستفادة منه. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده: كيف رأى الشاعر العلم؟ هو رآه إزاي؟ قال لي رآه إيه في النص؟ نورا ساطعا في عالم يقدر الحق والفضيلة والعدل. ما وسيلة الشاعر للحصول على العلم؟ هو عمل إيه علشان يحصل على العلم؟ ارتحل، رحل من مكان لمكان علشان إنه هو يطلب العلم ويستفيد منه. بما شبه الشاعر نفسه عندما رأى نور العلم وعلى ما يدل ذلك؟ قال أنا كإيه؟ كفراشة، ما عندي الكاف أداة التشبيه، تمام. في انجذابه للعلم شبه نفسه بفراشة، كما تنجذب الفراشة للنور فهو أيضا ينجذب للعلم. ما الذي أبهر الشاعر وما نتيجة ذلك؟ أبهر الشاعر جلال وهيبة العلم، ولذلك فهو قبس منه حتى صار شاعرا مبدعا في مجال الشعر. وده تدريب على النص نقدر ان احنا في البيت ان شاء الله نعمله مع نفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا النص.